السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا اليوم توجه كادر برنامج أرض السواد إلى جنوب صلاح الدين، وبالتحديد أكثر شمال العبايتشي وجنوب الدجيل، وبالقرب أو هناك فرق واحد أو فرق نهر بينهم وبين السعدية في محافظة ديالة خلفي. طبعاً أحبة المشاهدين، اليوم موضوع حلقتنا وموضوع برنامج أرض السواد هو على القطاع السمكي. مثل ما تعرفون أن القطاع السمكي ثلاث أنواع في هذه المناطق، ما عدا البصن عندها أسماك بحرية، يتربى الأسماك في الشط وفي البحيرات وأيضاً بالأقفاص العائمة. راح تكون حلقتنا حول هذا الموضوع، حول القطاع السمكي والعاملين في هذا القطاع، التحديات اللي يواجهها الكثير من العاملين بهذا القطاع المهم والاقتصاد الأهم. في بعض الأحيان يتعرضون لكثير من الأوبئة اللي تأثر اليوم على مصدر رزقهم وعلى اقتصادهم وعلى حياتهم اليومية. طبعا راح نتجول بالبداية بالبحيرات وبعدين ننتقل إلى النهر الرئيسي، وراح نتكلم أيضا مع الصيادين. يا رب إن شاء الله حلقة ممتعة، ابقوا ويانا. أنا رحب بيك إيهاب، ضيف عزيز وغالي على برنامج أرض السواد. الله يسلمك، شلونك؟ صحتك شلونك؟ والله بخير الحمد لله. أخبارك؟ أهلا وسهلا. الله يخليك. طبعا أحبة المشاهدين، إيهاب من مواليد 1990، من 2004 يشتغل بالقطاع السمكي، يشتغل اختصاص بحيرات. إيه. لو أقفاص؟ لا بحيرات. طيب. أكثر شيء بحيرات. إيه. شلونك أنت؟ والله زين الحمد. صحتك، بس شكلك أكبر من مواليد 90. الله يساعدك، متزوج ان شاء الله؟ الحمد لله. اطفال عندك؟ الحمد لله. الحمد لله والشكر، خير من الله. ايهاب، اريد اسالك سؤال قبل ما ندخل بتفاصيل اليوم الحلقه. العمل اليوم، العامل بالقطاع السمكي، عمل صعب لو سهل بصراحه؟ لا سهل، ما في صعب. يعني مثلا انت من يوميه تقعد الصبح بالشغل، شو تسوي؟ الصبح اجي تبع البحيرات اتشيك وضعهن. ايه. بعدين ارجع اعلفهن. تعليف، شلون تعلفهم؟ اعلفهم بهاي العلافات الموجوده. ايه. ايه دبابات و شنو نوعيه العلف تقدمها بالبحيرات؟ والله نسحب هو من عبد العظيم. يعني هذا يصلح للطافي؟ لا لا مو الطايف. شنو اشتغل فرق الطافي عن اليغوص؟ والله هذا مجرب، يعني العلاف مال عبد العظيم ابو شهد. هاي يعني تعرفوه؟ اي نعرفه. اها. مجرب يعني. مجرب. تعرفوا شنو العلف مكوناته للاسماك؟ والله هو صويا وبروتين. صويا وبروتين وأذرة. نعم، هن ارتفعت أسعارهن. إيه. مو مثل قبل. إيه. نعم، أنت هنا أنا مسؤول على كم بحيرة، يعني مسؤول ضمن مسؤوليتي؟ مسؤول على 4 بحيرات و50 قفص بالشط. 4 بحيرات و50 قفص بالشط. إيه. إيش قد مساحة هاي البحيرات اللي إحنا بيها؟ والله يعني كم دونم؟ يم 70. كلهن ينجمعن 70 ولا الواحدة 70؟ لا كلهن ينجمعن. كلهن 70. هاي ايش قد تنتج اسماك تقريبا؟ هاي ننشر بالرابع. ننشر يعني شنو؟ سمك. هم عاد اكيد تعرف انت بالاسماك. هي. بس فهمني يعني شنو؟ اي ننشر السمك بالرابع. يعني الصغار. الصغار يعني هي. الكفية. الكفيات. 3/4. اي. ننشرها بالرابع. تبدي عندنا نص الرابع النمو. نقوم نعلف. فهمتك. اي. الشهر الثامن نبدأ نشجر. نشجر شنو؟ نبيع. اها. ايه. ايش قد لازم يوصل وزنها؟ وزنها اقل شيء كيلوين. كيلو، ليش مو اقل يعني مثل كيلو ونص؟
كيلوين يعني مرغوبة بالسوق لبن مشواية. اي مرغوبة يعني الاقل ما تفيد. مو ما تفيد فيها سعرها ميت ما يناسب ويا العلف والشغل. اي ما يسد. تنتظرون يعني احنا هذا الوقت البيع هي ذروة البيع الاسماك. هسا عندنا جاهز. جاهز مين؟ جاهز نبيع. اها يعني خل ايهاب خلينا نرجع شويه البدايات شهر الرابع. قلت لك اكو كفيه وكنت ثلاث ارباع، من الاكبر الكفيه ولا ثلاث ارباع؟ لا الكفيه. الكفيه هاي تشتروه لو انتم تنتجون؟ لا من عندنا. يعني عندكم مفقس؟ عندنا مفقس نعم. وننمو سمك لنا ونبيع للعالم. ويعني ممكن تبيعون هم كفيات للعالم من البحيرات؟ اي نجهز العالم ومفقسنا على ثقه. ما شاء الله يعني زين. عندك خبره بموضوع المفقس؟ والله مو هالجم يشرب يا اخوي. يعني انت عمل هنا الخارج يعني. ممتاز. ايهاب بنهايه بالثامن يبدا ممكن تقدرون تبيعون. الثامن السابع. زين من 2004 لحد الان اكبر وزن سمكه انت بايعها؟ مو هي نوعين بالسمك. ثلاثه. شنو هن؟ السلفر والجراس والكارب. انتم بحيرات شنو تخلون نوعيات؟ اكثر شيء عندنا جراس والكارب ماشي. ايش قد اكبر وزن بعتوه؟ بعنا جراس اكبر وزن 5.5 كيلوات. ما شاء الله. والله 5.5 كيلوات. والكارب ايش قد؟ الكارب بعت معدل عندي 3.5 هذا يعني مو اكثر. هذا البيع مالتي يعني بالاقفاص. نعم. اول عام بعت كان معدل عندي 3 للـ4. شنو فرق الكارب عن النوعيه اللي اخر قلت عليها؟ الجراس. الجلاس؟ الجراس. الجراس. اي. شنو فرق بين هاي وهاي؟ هذا يعني بس للشو مشوايات. هذا الكارب. الكارب. اي. هذا جراس هم شو بس مو بالمطاعم. بالبيوت. فهمتك. اغلبيته يستخدموه مرقة. بس هو نفس الشكل؟ لا لا. شلون ذاك؟ هاي تجي طوالية. يعني هسه موجودات هنا. أنا. اي. عود نشوف نستفد شوي ان شاء الله. لا هاي. ان شاء الله. شوف كان اللي قلت لي بعد النوع الثالث شنو؟ سيلفر. السيلفر وين تخلوه؟ بالاقفاص؟ لا ويا بالحواطين. هم موجود؟ موجود بس قليل يعني. اي بس انا ادري يعني اليوم العراقيين ما يرغبون للسيلفر، يرغبون للكارب اكثر. عندنا الصحيح. مو صحيح؟ بغداد عندنا. يعني حلو، يعني احبت المشاهدين اكو ميزه بهذه البحيرات، اغلب البحيرات اللي صورناها سابقا تربي فقط الكارب. كارب. ما تربي غير شيء. بس ما شاء الله هنا من الجماعه الاخوه في جنوب صلاح الدين نوعيات، ثلاث نوعيات عندكم. سيلفر والكارب. جراس وكارب. اها ما شاء الله. اسعار لنا الثلاث نوعيات، من الاعلى؟ الاعلى عندنا الكارب. الكارب لان مرغوب. اي. مرغوب. السيلفر اقلهن؟ السيلفر اقل، اذا تصعد يصعد فنهم ثلاثه. حاليا ايش قد سعر الكارب كيلو؟ هسه بالسوق. بالسوق البوعة 5.5. ليش هيك غالي؟ العلوة. ليش غالي هالقد؟ مو الأعلاف صعدت. غالي يعني؟ إي عندنا الأعلاف صعدت. يعني أنا أتذكر وصلت مرة 3000. إي 3.5. بعت ب3.5 وبعت ب2.5. و2.5 بعت؟ إي. يعني صعد ضعف؟ إي صعد بس السنة لا. السنة وصعدنا حتى للتسعة. 9000؟ إي الأقفاص. الاقفاص. الاقفاص الطينية وصلت حدا 7.5 بالذات. زين بما انه فتحت موضوع كلش مهم، شنو فرق سمكة البحيرة عن سمكة القفص عن سمكة الشط؟ الشط والقفص. اي. فرق كذي عن البحيرة. اي. يعني من تجي تشويها فرق كثير، هاي تلقط. من البحيره من الجوع تاكل الطينه تاكل جصبه تاكل تلقط، هذيك لا ميها صافي ومي اصلي مال الشط. اصلي مال الشط يطب لنا والغذاء شط. غذاء من الشط درجه اولى مال الاعلاف مو مغشوشه. ايش قد سعر الكيلو من السمكه اللي تنصاد من الشط؟ الشط انواع، مثلا كارب اكو؟ كارب موجود. الكارب ببيش الكيلو مال الشط؟ بسبعة. أي. هنا مال البحيرة بخمسة. خمسة 5.5. فرق 2000 1500. أي. العالم ترغب للشط. العالم ترغب لابو الشط. لأن أبي هو. أي. الأصلي بعد. أي هو الأبي. أكو قطان
ماكو شبوط بري، هذا هم يختلف. كيلوه بعشرة الشبوط. شبوط عشرة؟ عشرة. الآن الصيدون تلقون منه؟ الصيد البلام الصيد. موجودين؟ اي. هسه نروح لهم نلتقي بيهم. ممتاز، يعني عرفتنا على أنواع الأسماك اللي هنا بالبحيرات، هاي الأمور غيرها. شلون تطلعون السمك؟ مثلا عندكم بضاعة تريد توصلوها؟ شبكة. بالشبكة؟ اي. اها، باليوم ايش قد تقريبا تودون للسوق؟ حسب طلبيات السوق. يعني اكو ناس متفقين وياهم بالحلاوي يريدون يكونون. يا جماعة البصرة. اي، من البصرة ياخذون؟ من البصرة تجينا محافظات على قراص. يريد 3 طن اودي له 3 طن. يعني كطلب هذا النوع ما عندهم هواية. اي. 2 طن 2 طن. 1 طن 1 طن. ما شاء الله. أي. حلو، يعني عندكم حتى علاقات مع محافظات اخرى. أي محافظات من بغداد ياخذون؟ ويا ابو البصرة ويا ابو الجنوب ويا ابو الكوت ويا ابو الحلة. يجون مني انا ياخذون؟ يجون للعلوة. للعلوة انتم تتفقون يعني يكون؟ اي، نلتقي بالعلوة. نعم. هاي الشلالات ليش سويتوا شلالات جمالية لو بها فكرة؟ لا، اكسجين. اها، يعني افضل ما يكون الانبوب راسا يروح. اي. لا، هذه تخلوها. اي، خليها شلالات. نعم. تصير اكسجين وقت. هذا المي مباشرة من الشط؟ مباشرة من الشط. تعانون من مشكلة المياه؟ يعني مرات يقل، مرات هاي؟ لا، يمنا مان. يعني قريبين على الشط؟ يمنا لا مان. الحلو بهاي البحيرات كلها مرخصة. ماخذين كل الاوراق من الدولة، من وزارة الموارد المائية، من الزراعة. فمشتغلين براحتهم. اجازة عندنا ما حد عدى علينا. ممتاز، حلو. أيه، حلو، ما شاء الله. شغلتنا نظيفة ورسمية. لا سامح الله، يوم من الأيام تجي دائما للبحيرة تلقى هلاكات. اي، ألقى. شنو السبب؟ أمراض عندنا هسه هذا الجو. اي. منا وهيج بدت عندنا مشاكل. يخوف. اي. لأن لا هو حار كلش ولا هو بارد. اي. هذا مال الغلاصم؟ مال الغلاصم. الفيروس. جلدية. الجلدية. يعني هسه عندي بالأخفاص أصابة تنزل جوا وتشوفها. اها، هذا الموضوع. عندي هسه اصابه بدت. وين القاهم؟ بالاخفاص. بالاخفاص. هسه راح نشوف ونصور. تلقى غلاصم وتلقى جلدي. هاي ست عندهن غلاصم يموتن. اي، تلتهب عندها الغلاصم تنقلب. عندكم ادويه، لقاحات، هيك امور؟ عندنا ادويه بس ما تشتغل عندنا. ليش؟ ما يعني جدا نجيب هذا الادويه انواع ما يفيد هي. بعد هي سالفة يعني. الحمد لله، هو رزق من الله. الحمد لله. نتمنى إن شاء الله العناية المستمرة تستمرون بهذه البحيرات. يعني هاي اليوم أنا أسميها يعني رزق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. وفاتحة بيوت وعوائل عمال دي يشتغلون. الحمد لله. والحمد لله والشكر. مرتاحين عموما بالقطاع السمكي؟ لا، الحمد لله والشكر. مرتاحين الحمد لله. يا رب إن شاء الله بداية حلقة متفائلة إن شاء الله. الله يسلمك. كل التحية والشكر إيهاب على كل هذه المعلومات اللي وفيت بها برنامجنا. وربي يخليك ورزقك، وان شاء الله نجيك ونلقاك احسن واحسن. الشرف بكم على راسي. الله يخليك، ممنون منك. عين استاذ. الله يا مرحبا. طبعا نرحب بك صهيب. اهلا وسهلا بك. ان شاء الله تكون بخير. الله يسلمك. قبل ما نبدا الحلقه، انت فحام لو تشتغل بالسمك؟ على جهتين. اكثر شيء وين؟ فحم. فحم. ايه. تجيب فحم وهاي الامور. اقص اشجار. تقص بس. ايه. هم لها علاقه بالسمك. اي، هو الفحم للسمك. صحيح. ايه. وتشتغل بالقطاع السمكي. اشتغل قطاع. شنو شغلك بالقطاع السمكي؟ عامل عند خوال. اشتغل عامل وياهم. يعني شنو؟ ايش تشتغل؟ تعليف حشيش للاسماك. نحش حسن حشيش ونذبح الاسماك. اكو اسماك تاكل حشيش واكو اسماك تاكل علف. شنو؟ اكو اسماك تاكل حشيش؟ اي. شلون هاي؟ القراص، نوع القراص.
يعني ومين تجيبوا الحشيش الطبيعي؟ حشيش جت نحش له. جت نزرع زراعة جت مثلا نزرع من حشون ذبلة. زين هذه نوعية بالأقفاص أو بالبحيرات؟ بالأقفاص وبالبحيرات. هسه احنا ايش موجودة هنا هاي النوعية؟ لا موجودة مو أقفاص مو شرط يذبون بها نوبات. ها الشرط يذبون بها نوبات. وبعد شنو شغلك بالقطاع السمكي؟ هو عامل ما مو مربي مربي عندهم بس كأنه عامل يعني مثل ما يقول مربي وياهم. وياهم تشتغل عندك معلومات. صهيب قبل ما ندخل الآن للأقفاص شاهدنا بحيرة بس مشبشة. قلت هاي الشبكه انا مسويها. هاي الشبكه نغطيها من بك التفقيس الثالث والرابع تفقيس مختبرات يذبون فقس بالحواض الفارغه. اي وهاي الشبكه نحميها عن طريق نحميها من طيخ الطير، الطير من ينزل بالبحيرات. يا طير. الطير يسمونه نوع الخرب. الخرب. اي خرب. على اسمه يخرب. اي مو تخريب شغلات. شو يسوي هذا الطير؟ هذا ينزل يطمس، ينزل يطلع 10 دقائق 15 دقيقه بالبحوض طمسه واحده يطمس. اي. بس ياذي السمك ياكل. يعني طير هالكبرى ياكل سمك؟ ياكل ياكل اقول ياكل ياكل اعداد كبيره مو يعني ما واحده واثنين. يعني ياكل كل الانواع؟ ياكل كل الانواع، لا بس نوع الكارب ياذيه والقراص فقس. السيلفر ما عليه بي. السيلفر لا هو يسحق. ها؟ والله بس لا الشخاط ما الشط ما ياكله والشانق هذا ما ياكل. ما ياكله. الشانق هنا ما نستخدمه؟ لا ما نستخدمه. اها صحيح. ياكل بدون اي نتيجه. نعم صهيب عندنا يعني تقريبا نوعيتين تربية أسماك هنا عندنا الأقفاص وعندنا البحيرات أو الأحواض شنو الأصعب؟ الأقفاص ليش؟ هاي مو هي خوب المي من الشاط وما تنطي هلاكات أكثر هلاكات؟ اي أصابات ليش تصير هلاكات؟ هلاكات أصابات يعني الشط بيه أشكال الشط مي مو نظيف تنقل أمراض فيروسات وهاي الأمور اي تنقل تأذي السمك من السمك. ايه. وتنقل بين البحيرات. تنقل توصل للبحيرات. ايه الطير اذا اكلها ينقل على البحيرات. ينقل الفيروس من القفص. اذا ضب فضلاته بالبحيره ياذيها. نعم. هاي المسافه بين الاقفاص مسافه جيده تعتبر امنه؟ امنه. ما تنقل الامراض هاي الامور؟ لا امنه الحمد لله. نعم. يعني قبل قليل شهاده العام اللي خلفك شو اسمه؟ زياد. زياد. زياد يعني شاف اكو هلاكات. هاي الهلاكات ممكن تصير يعني طبيعيه لو الا بالفيروس لا طبيعيه هاي دائما تصير عندكم دائما اي كل هواي وناس مو بس احنا ما شباب بس كل المربين الاسماك نعم. تسعد معها محاضره هذا خلي ندخل لعمل الاقفاص هاي كلها اقفاص عائمه خشبيه حديد وفلين وخشب حديد وفلين وخشب هذا فلين هاي وين تسوون هاي الاقفاص عند الحدادين يعني بالعراق مو استيراد لا مو استيراد نعم ايش قد يكلف القفص الواحد تقريبا؟ يكلفها بالمليون ونص الواحد الواحد هذا كم سمكه تقريبا؟ ياخذ 500 الى 700 500 الى 700 ذني شنو اشرح لنا عليهم؟ هاي العلافه نصبوها حتى تقلل من اكل السمك يعني اقتصاديه بالاكل حتى يعني ما الذبله على فهواي ما لعبها هي هو نزل السمكه تنزل براحتها حسب اكتفائها حسب اكتفائها بعد ما تكتفي بعد ما منه هاي تفتحون هاي البوابه وتخلون العلف اي هاي البوابه تفتحها تدي العلف العلافه هاي وين تصنعوها؟ هاي تجي استيراد هاي استيراد استيرادي الوحيده يعني القفص كله بالعراق يصير اي بس العلافه استيراد او يعلم الله يمكن بالشو اسمه بالعراق يسوونها يعني التصنيع مالتها بالعراق يعلم الله اها اي بس انا اقول ممكن يعلم الله استيرادي هي يعني. ممتاز نفس نوعية العلف اللي تستخدم بالأقفاص تستخدم بالبحيرات لو أيه تختلف نفسها ايش قد هسه الطن صار سعره؟ صار الطن مليون و300 ايش قد كان؟ كان ب 600 700 يعني ضعف تقريبا ضعف ليش صعد هاي الصعدة؟ دولار ها من يوم صعدت الدولار؟ صعد دولار صعد المواد وياه الصويا والبروتين بس مو يصعد للنص يصعد ضعف العفو ضعف انت كان ورق 120 ليش صار هسه 148 ضعف لا مو ضعف لا مو ضعف الضعف لازم 120 يصير 240 لا العلف بالدولار اي بس مو يصعد هالقد صعدوا المعامل صعدت الاسعار اي نقل مشتراته وكبس والعمال كله تعرض انت هسه الطن تقريبا مليون و300 مليون و300 اللي يغوص هذا ما يطفو يغوص اي اها جيد انا سال السؤال ايهاب وجاوبني عليه اريد اشوف نفس وجهه نظرك انه تكون سمكه الاقفاص اغلى من البحيره فعلا نظيفه بعد مو تقول اكو هلاكات وهاي اكو هلاكات بس طعامها اطيب من البحيره ليش طينه وهاي هاي مي حر هاي تعتبر حر؟ اي هلاك طين وغذاء طبيعي على الشط لا غذاء بس على فنانه
يعني مكانه مي جاري مي نظيف، ليش ميها محصور؟ اها ما يلحق يبدل مي بسرعه يعني وياه وياه، هذا مي جاري يجري. هو كل شيء طبيعي يا سبحان الله يكون اطيب. اي وافضل يعني حتى صحيا افضل، بس اوزان ما تلقون بقد النيش لو عادي. لا نفس الاوزان. نفس الاوزان. زين البشط اغلى من الاقفاص؟ فعلا. بس ما تلقون اوزان؟ لا اوزان موجوده. بالشط؟ اي تلقون بقدهن. بيسعر الكيلو من الشط مباشره؟ القطان سعره 14. القطان؟ القطان. اكثر شيء شدي يصيدون هنا؟ القطان شبوط. ما شاء الله موجود. أي. يعني؟ موجود. هسه هذا البلام من شفته طاب ذب الشبكه هو رزقه رزقه ما رزقه. ورا ايش قد يرجع هاي الشبكه؟ هو يمدها وين ينتهي؟ ذي الجزره، ذي الجزره الوسطيه جزره. ايه بيتشا. وعادي يلم. يلمها عاد. ما شاء الله ما شاء الله. هنا أنا يكون الصيد بالهاي شي يصيحوا لها؟ شي يصيحوا لها شوفها وياي؟ عرفنا عليها. هاي الشاقف هذا؟ هاي مشاقف؟ شاقف هذا سهل. هاي مشاقف. هذه بس للاقفاص. بس للاقفاص اي. يعني بالبحيرات ما تستخدمون هاي؟ لا. تستخدمون الشبكه. الشبكه اللي يسمونها الكرفه. اها اي ممتاز. خلي يجيبوا لنا اياها، خلي يجيبوا لنا اياها. ضاع ذاك الطير شفته؟ زياد اريد هاي الشقافه اريدها. هاي تم تصنع منهن؟ لا هاي تجي جاهزه او احنا نصنعها بالحداد يصنعها واحنا نحط لها شبكه. صنعها بوري. ايش قد تقريبا سعرها؟ 10000 15000 دينار. ب 15؟ هاي يستخدموها يعني يطلعون السمك منها يعني. ما يعني يجون ناس عليكم من العلوي يقول لك لا اريد اسماك اقفاص. لا مو شر. لا تشير. مو شر. اي السمك مثلا قفص قفص سعر ذاك سعر. يعني هاي الشقافه هنا هم نصحها هنا. اي. ب 15 وهاي طبيعي. بس انا استعمالها للاسماك المريضه. يعني. اه طلعوها. من يدي يدي يبيع لهذا علوه. اي. هذا الماك الراجل شوف اخر راجل هذاك. فهمتك فهمتك. بل صيدنا واحده صيدني. سهله يعني السالفه. حلو جيب 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 ما شاء الله خير من الله. شو هاي ما يتحرك شيء مريضات؟ لا ما بي شيء والله. خلينا بعد ثواني. هاي تحركي ما شاء الله. هاي ايش قد اوزانهن؟ اوزانها اسمها ربع كيلو. ربع كيلو اقل ربع كيلو. ربع كيلو يعني هاي لازم يبقى. هذا يبقى لا ما يرجح كيلو وين ثلاثه يلا يجزر. راويناه الموت خطية ذني. رضينا ربع كيلو؟ إيه إيه. هاي بعد ايش قد يصيرن تقريبا كيلوين؟ ثلاثة اشهر اربعة. حسب العلف. العلف المدارة مالته. المدارة وهاي الامور. ممتاز. يعني شيء حلو، هاي يعني كلها انتم حضريها. كلها صناعة محلية اغلبها، إيه. زين. يعني لا قطاع السمك الحمد لله والشكر، سمعنا اخبار عالية، يعني جتنا رسائل حقيقة من محافظات فرات الاوسط خاصة، اكو بعض المعاناة، ولكن هنا لا جيد الموضوع. انتم مرتاحين؟ الحمد لله. اكو يعني مرات شرطه نهريه يعني مثلا ممنوع تجيكم دوريات اليوم مثلا من وزاره الموارد المائيه تعطيكم نصائح تجي على اسمه على الفلاحين يجون على الحواض يمنعون بيها البلامه. اي بس اللي عنده جازه ما يحجون وياه. عندكم جايز؟ عندنا جازه الحمد لله والشكر. ما عنده جازه. البلام شلون هم مرات انه يمنعوه؟ بلام يمنعون من الشرطه النهريه بس الا ياخذ رخصه ما اعرف شنو يسوي كتاب بيها. اه السوق ليش مرتفع هيك سعره؟ والله هو الدولار فقير خطيه ترى. هو الدولار الدولار علف غالي والسمك رخيص. 5.5 كيلو عمي بلاش يعني واحد يا بلاش وصل مرحله ب 3000 يعني هسه تبيع 5.5 تبيع هسه عارف طن مليون 300 الك زين هذا ياكلها ياكلها طنيه مليون ونص هذا تبيعها جبت 100.5 لا مو 2.5 انا اقول لك السعر المناسب للكل 3.5 يفيدكم لا لا خساره أربعة خساره بس 5.5 يعني واحد خطا يريد يشتريها كيلو وين ب 11000 يروح يشويهن ب 3000 ما ادري ب 4 يعني اقل شيء 15 عشان تلقاه جاهز مثل ما تربيه لا انا اقول لك صح انتم تتعبون بس خطيه العالم اتهم الله يساعدكم هي بورصه بس ابو العلف ما يعرف خطيه ها هي مشكلة تحكي ويا ابو السمك يقول لك ابو العلف، ابو العلف يقول لك المواد الاولية، أي. ابو المواد الاولية يقول لك غالية فهي شيء مرتبط بشيء فعلا هو هذا اللي دا يصير، هاي فتحناها بسهولة يعني ما شاء الله اكو تنظيم هنا الحمد لله حلو
وربي يحفظكم. الله يسلمك. ويوصلكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. ونريد استمرار اكثر بعملكم على مود يرخص المستهلك، خطيه المواطنين. والله اذا نزل الدولار، اذا نزل الدولار تريد اجرى لك. يعني تريدون من الحكومه الجديده تنزل الدولار؟ اذا ما نزلوا ما وراهم خير. اذا ما نزلوا؟ اي ما وراهم خير. هاي بعد حكومتنا الجديده، اذا ما تنزلوا ما بيكم خير. حسب راي العاملين بالقطاع السمكي. صار لنا 20 سنه شنو سووا؟ للاسف شنو قدموه؟ للاسف شو الشواع نفسه، شواع نفسه طسات طسات. اي نحتاج كهرباء تعبانه. المي اللي قاعد ينقل من الشط للبحيرات شفنا ايضا كهرباء تحتاج ومستمره. هاي 24 ساعه. 24 ساعه. اها هم تحتاجون غاز وهاي الامور وهاي. لا كهرباء عاديه مو غاز. اكو وطني. اكو وطني الحمد لله. اي بس الغاز شويه، لا ما كهرباء غاز طبعا الغاز عاليه صعب. ربي يحفظكم ان شاء الله. يسلمك الله يحفظك. وشكرا لك صهيب. اهلا وسهلا بك. ونريدك اكثر واكثر بعد نشاط وحيويه، وانت ما شاء الله شوف شغلك ما شاء الله بالبحيره وفحام وبالاقفاص وتخلي اشبات. الحمد ربي لله. يخليك. الله ربي يخليك، ربي يرزقك، شكرا الله. جزيلا. الله يسلمك. الله يخليك. انا حاضر الله يبارك فيك. المشاهدين الان احنا في وسط نهر دجله، دجله الخير اللي يبدي من الشمال او يدخل حدود من الشمال الى اقصى الجنوب في محافظه البصره. طبعا احنا بالتحديد الان بين محافظتين، محافظه صلاح الدين ومحافظه دياله. هذا يعني مكان مهم جدا استراتيجي، خاصه احنا نتكلم على محافظتين مهمه جدا. طبعا القطاع السمكي مثل ما قلت يقسم بالعراق وخاصه بالمحافظات ما عدا محافظه البصره اللي تمتلك اسماك بحريه. عندنا الصيد وعندنا ايضا التربيه بالاقفاص وايضا التربيه بالبحيرات او الاحواض الطينيه او الاخرى. طبعا ويانا ابو فهد، ابو فهد صياد في نهر دجله. اهلا وسهلا بك. على راسي. الله يسلمك. والله بخير ان شاء الله. بخير نعم الحمد لله. صار لك ايش قد بهذه المهنه؟ صار لي تقريبا هاي السنة الثالثة. ثالثة يعني جديد على الموظف. قبل كنت تشتغل؟ قبل انا كنت موظف دار الشؤون الثقافية ولا زال لحد الان. لحد الان يعني بوقت فراغك الصيد هيك امور؟ اي اقضي عملي، عندنا همات بستان اقضي عملي ما شاء الله. يعني بستان وعلى النهر يعني. اي نعم اقضي شغل. يعني اليوم يعتبر الصيد مصدر رزق لو هواية لك؟ هم هواية وهم مصدر رزق. الحمد لله والشكر. يعني بالحالتين يعني نقضي وقت احسن ما نروح على غير شغلات. حلو يعني افضل واحد يقضي فراغ. يعني اذا اكو راحه نفسيه هي راحه نفسيه. صحيح. يحتاج صبر ها؟ اي. يعني لا هو الصبر مالته حلو بالنسبه لنا يعني. بيش ساعه طلعت اليوم؟ والله قاعد بالخمسه ونص. خمسه ونص. اي كان عندي شبك ناصبه جيت قلبته الله رزقني رحت وديته ارتاحت من شنو جيت لي جاي صيد. الحمد لله. عصريه هم تطلع؟ اي العصريه. لا العصريه شف الثاني الولد يطلعون. اها ليش الصيادين من الصبح يروحون؟ انا اذا صيدت الصبح تصير حلوه يعني رزقها خير من الله. يا سبحان الله. اي يعني حتى من تطلع اسمك تفاؤل بها بخير جاي ترتاح نفسيتك ان شاء الله. تفاؤلوا بالخير تجدوا. ليش اكثر الصيادين نحكي وياهم يقولون الصيد قبل يختلف ونوعيه السمك يختلف، هسه تعبان مو مثل قبل؟ لا نوعيه السمك نفسيتها موجودات. اي بس كثرة الصيد كثرة العالم من العسر مالتها اتجهت يعني ابسط وسيلة يعني اذا عنده فليسات لا من الفليسات راح جاب له بلم ومصدر عيشه سواله. لان سمكه ما شاط همات هي مثل ما يقول طعمها طيب والعالم ترغب لها وسعرها غالي. اها ياخذ عاد العالم صارت بكثرة هي اكو سمكه بس من تصير الكثرة مالتها شوي تقل صياد عن صياد. اكثر الانواع اللي تصيدوها شنو؟ الشبوط والقطان. القطان كارب هم تلقون؟ الكارب كله يمشي ويا الاصفاح. ويا الاصفاح؟ اي ما يمشي بنص الشط خلاص يجي طفره بالسابع تقريبا تطلع بها وحدات. اغلى نوعيه شنو تصيدوها؟ اغلى نوعيه هسه حاليا القطان. القطان اليوم ما صار القطان؟ القطان والشبط. لا والله ما صدته اليوم. صدته
صدنا هذا الشبوط. اي والله جيبيني هذا الشبوط ما شاء الله. هذا حمري. اي هذا ابو سويف. وهاي غريبه هاي، احنا نصيح لها السنتيه هاي. هاي سنتيه، خلينا نبدا بالشبوط، الشبوط مهم جدا. اي. يعني هاي يعتبر حجمه زين؟ اي حجمه هذا كيلو تقريبا. هاي كيلو، هاي قد سعرها تقريبا؟ هاي هسه الكيل، الكيلو وين مالتها؟ من الكيلو وين فوق ب 10 الكيلو مالتها. من كيلو وين فوق 10، هاي تقلال هذا خمسه، هذا هذا حاليا هاي شيء هسه قصنت نشوي، لان هذا عباره شنو؟ عباره دهن. ما شاء الله. اي لان طعم مالته مميز، يعني يصلحوا له قبل اكل الملوك. يعني هاي الشبوط تعتبر الاغلى سمكه اليوم موجوده. هي والقطانه بالسوق كله بالعراق. اي القطان ما صدنا اليوم. يعني هسه حاليا القطان مالته 14 كيلو مالته. 14 كيلو. اي هذا هسه همات على حد 13 12 بالموسم مالته يصل 8. ما شاء الله. يعني هاي. يبدي الموسم مالته القطان من الثاني. اي. الثالث، الرابع. الثالث والرابع يقوم يصعد، الرابع والخامس يقوم يصعد الشبوط. يناحر. يناحر. كله نحور يجي. يعني شنو يناحر؟ يناحر المي. عم قل لي يعني شنو يناحر المي؟ ما افتهم يناحر. هو يناحر شلون هسه هسه المي يعني عكس المي يمشي. هيك يقول عكس أي. التيار. اي عكس التيار يمشي. يظل عاد. يعني هاي تعتبر صغيره لو وسط لو شنو؟ هاي صغيره يعني وسطاني ام الكيلو تقريبا. هاي ام الكيلو. اي. ممتاز. يعني هاي احسن لنا سنة. اي اي. هاي شنو؟ هاي السمتيه صحولها. سمتيه. ايش كيلو مالتي؟ هاي ما انا بحياتي ما صيد واحده ام الكيلو مثلا. ها متى وصل؟ ما ادري ابد سبحان الله. لا بالسوق بيش الكيلو مالتها ينباع ذا مجموعه سمتيات مو مثل الزوريات. انا اقول لك اي ب 2000 بس طعمها طيب. اطيب من الزوريات. اي انا ابيعها ب 2000 بالنسبه لي ارخص السوق كله يعني العالم تاخذها من عندي. ما شاء الله. هاي شنو؟ هاي هاي الحمريه. هاي شنو؟ هاي تشبه البنيه بس البنيه شو تصير؟ تصير على زراق. ما شاء الله حتى يعني بيها مرونه اكثر من بعض. اي 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 هذا بسرعه بس هذا ابو سويف في سحوله. هذا ابو سويف. هذا تقلاه. ابو سويف اي كله تقلاه. هذا اكله بس هاي اذا تصير سمكه كبيره تصير تخبل سمك. ما شاء الله مبينه يعني. يعني تصير مبينه. هذا ايش قد سعره ارخصهن؟ هذا ب 2000 كله بيع ب 2000 انا ابيع ب 2000 اكو بيع العالم بيع ب 2000 ونص اكو بثلاثه يبيعونه مو سوى يعني. اها. وانت بابا. يعني بعز ازمه مياه دجله والفرات وقله المناسيب هذا الخير. ما شاء الله ما شاء الله. يعني لو اليوم نحافظ على مواردنا المائيه بطريقه افضل، السقي يكون بتقنيات ري حديث، نفتح قنوات حوار مع دول المنبع، فتشوفوا يعني اليوم كم فرصه عمل يوفر. اليوم يمكن حتى ابو فهد اذا يستمر بس على الصيد وخير من الله يجوز حتى يقول ما اريد شغل بعد. احمد واشكره خير من الله. خير من الله. نعمه فضيله. فللاسف اكو بعض الصيادين يستخدمون غير طرق مأثرين عليهم. اي بالاجهزه النتل صحيح والسموم. اي بس هم محاربيهم يعني الشرطه اذا تلزمهم هم ما محاربتهم. اكو هنا شرطه نهريه؟ شرطه نهريه يم جسر الطارميه. يجون هنا اي جت امرار، جت امرار تجي دوريات هنا. تشوف الصيادين دي يصيدون. اكو ناس اللي يصيد بنتل. عقوبته تقريبا 15 سنه سجن. حلو؟ أي. غرامه. اي غرامه. يعني 15 سنه هواي انا اشوف. اي هواي بعدها بعد هي حكومتك هاي هو اللي يطلب جواب بعد ما يطلع. ليش انا اقول لك؟ اي فخلي يعني يحافظ. اي ذب عدالهن مثل ما يقول. اي فيعني خليهم يعني اليوم رساله كل شخص يصيد بالنتال او يصيد بسهم دي ياثر على رزق البقيه، دي ياثر اليوم على الاحياء هاي المائيه. يعني انت مجوز ما تاخذها بس هي راح ميته. للاسف احياء اخرى ممكن عايشه عليها الاسماك تموت. فالثروه السمكيه للاسف بالانهر قاعده تقل يوم بعد يوم. بيسوي هاي التصرفات اللي انا اقول اقدر بيها انه داخل بها موضوع الطمع وموضوع الجهل للاسف. موضوع يعني عندكم حريه بالشط، عندكم موافقات؟ الحمد لله والله هذا هذا الفوج هسه الفوج الثالث يعني الله يوفقهم. زين يعني ناس اي ناس يعني شلون معاشره، ناس اهل خير، هذا بس ابن الخير يعني خلي المنطقه من نشوفها ناس يعني اكل زادها وشوفها ناس منطقه مرتاحه. يتعاون وياها. ممتاز. يعني ناس طيبين. الله يخليهم. الله يحفظ كل قواتنا الأمنية اللي ماسكة هذه الأرض اللي الحقيقة شيء جميل جدا. لما دخلنا صلاح الدين أكو حياة جميلة جدا، تعاون بين قوات الأمنية وأهل المحافظة، يعني المناطق خاصة العبايتش وغيرها من هذه المناطق للدجيل شيء حلو. والمنطقة شي والمنطقة هم ما تعيونها وياهم يعني. منطقة يعني حلو. يعني عشائرية مو قول يعني منطقة يعني اليوم هذه المنطقة هم سند القوات الأمنية والعكس. اي نعم نعم كلية العشوان هي غير احنا حرصا علينا. جيد ممتاز. يعني المنطقة مثل ما يقول بهلها.
نعم. عملكم دا يأثر على الأقفاص؟ أقفاص ياها مال العائمة مال السمك؟ لا طبيعي أبد يعني ما أبد صار. بس أكو ناس يعني هسه أكو ناس طفرة حرامية يعني إحنا لو نشوفهم ما نرضى يعني هسه يعني يأخذون من الأقفاص؟ إي أكو هذول هنة النوبات هسه خاطر ليش يقول لك هسه هذول اسمه يصيرون خوال أبويا ها يصيرون خوال يصيرون خوال أبويا يعني إذا خاطر نبغى نباقي لهم أقفاص اثنين إحنا سماش هنا أنا. قبل أنا باقة همات جوا أنا نوبات أطلع بالليل أجي ترى خصص من الولد من عندهم نوبات أنصب شبكة بالليل نوبات أصيح شوص شبكة نوبات تجي لم الأقفاص يعني أقول إحنا ولا غير ناس فهمتك فهمني ايه. أكو ناس تجي تعم عنا على الباقين باقوا طلع صح الهزم أخذ اسمه شاء ما لا يحلل ولا يحرم خير يخص والشر يعني مو أي هالشكل أكو ناس كل من تعرفه وادمها بس احنا نقول الحمد لله والشكر والديره وبيناتنا ناس عارفين ابو فهد بالاخير يعني مهنه الصيد بخير نعمه لا نعمه احنا بالنسبه لنا هنا خير من الله نعمه بعد كل منطقه والمي مالها اي اي كل صحيح. منطقه واجواها الحمد لله والشكر ربي يحفظكم يسلمكم ان شاء الله يسلمك يا عمري وهذا الحلال هذا خذوه لكم ربي يحفظك على راسنا لا 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 بلا والله على راسنا الله يخليك جزاك اخذ هاي التذكار لا والله خذ لا بس هاي التذكار ربي يخليك شكرا جزيلا ورب يحفظك ابو الله يسلمك يبارك فيك يا مرحبا أحب بيك فهد العبيدي في برنامج أرض السواد شلونك إن شاء الله بخير والله بخير الحمد لله أمورك شلونك والله الحمد لله الله يخليك الله يسلمك طبعا أحبة المشاهدين فهد العبيدي من أهم المستثمرين بقطاع الزراعة مو أهمية كأنه شقد مستثمر وشقد عدة أراضي لا الأهمية اليوم كيف يضيف الفكرة العلمية بالاستثمار بالقطاع السمكي أيضا بموضوع المزارع موضوع الحنطة موضوع النخيل ما شاء الله شيء جميل جدا وشاب نفتخر بيك شلونك إن شاء الله بخير الحمد لله والله أمورك الحمد الأهل الله. الله يسلمك الحاج أهم شيء شلونك الحاج زين التوجيهات كلها تجي للحاج أكيد ربي يحفظك الله يخليك اليوم حلقتنا على القطاع السمكي وجينا إلى هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا وقلوب برنامج أرض السواد فهد بالبداية أكو بعض المشاكل اللي لخصتها لما التقيت ويا البلام والتقيت ويا اللي يشتغل بالاقفاص والتقيت ويا الشخص اللي يشتغل بالبحيرات عندهم مشاكل اول مشكله اتكلم وتحدث بيها وياك هي موضوع الاعلاف صايره مشكله كبيره جدا بموضوعات الاسعار بيش كانت وبيش صارت شنو سبب الارتفاع العلف ليش احنا ما ننتج علف ليش المواد الاوليه نستوردها المواد الاوليه ليش نستوردها بسبب المي اكيد ليش انت تريد تزرع لازم عندك خطه زراعيه خطة زراعية تحتاج مي تحتاج أسمدة هاي كلها معوقات عم تقضي على هاي المعوقات لازم توفرها مو صح؟ صحيح توفر مي المي هو قليل للحنطة نوع تزرع على فوصوية أو زهرة شمس أو ذرة مو صح؟ صحيح فهاي أول مشكلة زين المي مو زين؟ لا ما يكفي يعني إذا أريد أزرع موسميا اللي أنا حصلت اللي جماعة البصرة ما يحصلون مو صح؟ كل محافظة لسان الملحي لهم. إيه الكل محافظة لازم تفكر بالمحافظة. لازم تفكر بالورا، هاني هو ما أزرع طول السنة والورا يعاني، هسه هاي هنا 8 متر بغداد جوز 2 متر. صحيح، يقل كل ما يقل كل ما يوصل يقل ويمتد اللسان الملحي مال البصرة. صحيح. الأعلاف بيش كانت وبيش صارت؟ الأعلاف كانت تقريباً يعني اكو أنواع. من 350 تصعد ل 650 لا دولار. تستخدموها 650 دولار كان هسه ايش صار هسه اقل شيء 850 دولار اقل شيء يعني مليون هو بالدولار كله بالدولار يستخدمون بورصه عالميه بورصه عالميه اي يعني مليون هو مليون 300 اما الطافي الطافي مليون ونص الطافي اللي هو خاص بالاسماك هسه احنا نستخدم هذا محله ثانيه خاص خاص بالدجاج قاعد تستخدمون للاسماك بس للاسماك لان غالي للاسماك وياهم لل للسمع لان ذا غالي ذا غالي الطافي غالي كلش غالي وبالعراق ما ينتجوا لان هو غالي ما حد يسحبه
فما متروكة مواد أولية غالية كلش مواد اي نعم. احنا يعني المواد نقدر احنا نصنع بيدينا؟ نقدر نصنع يعني نقدر نزرع فول صويا اذا عندنا مي؟ مزروع فول صويا اذا عندك مي لازم خبره ومي اكيد. عندنا ماكو مزارع فول صويا؟ موجوده وين؟ البحوث كل دوائر البحوث الزراعيه تزرع فول صويا بس تجارب فول صويا اسمه حتى للعام ما يبيعون هسه يمكن اسمه اسم عراقي انتجوه اكو اسم عراقي واكو الاسم المستورد تركي اعتقد اسمه المهم المهم اكو زراعه يعني اكو زراعه زراعي. بس جدا قليله ممتاز. واذا تتوسع هسه يعني بكركوك اذا اكو باديني بكركوك اكثر بسبب السيلاج جيد. فهد التقينا مع البلامين عندهم مشاكل يعني اكو بعض البلامين حقيقه دي يستخدمون هذه المهنه لاذيه الاخرين موضوع الصيد الجائر بصيد الجائر ليش ما وقف ما وقفنا هذه الامور يعني هي صعبه انه تمنع ايش وقت تلحقه يعني يطلع بالليل يعني يطلع بالليل مثل ما يقول خلصه يطلع ليش ساعه يطلع ثنتين ونص يجي هيجي وقت اي اي ما يخاف اها يجي مكان بي مثلا مكان بي فد 10 في 10 ينتل المكان راح يطوف السمك والصغار راح يموت اكيد بالليل. الصغار احياء مائيه نبات كله كله هاي ياثر على اقفاصكم؟ ياثر على اقفاصنا اذا قريب طبعا ياثر يوم من يلقى بيها ضربه يوم من الايام قلتوا اقفاصكم تاثرت نتلوهن بدايه السنه سووا لهن نتلوهن بالكهرباء وطوف القفص ناخذ مامي للتفقيس اي لقينا بيهن تقريبا 15 امايه باقيه من اصل 700 امهات ماتت امهات مال تفقيس وهاي من تنت ال 15 بعد ما تفيد انضاب البيض مالتها لين الله اكبر زين نبعناها احنا اشترينا ب 7 ملايين امهات اي امهات هاي كارثه يعني هاي انت تربيهن يعني انت سنه كامله تربيهن البعض عنده هيك شيء يعني نفسيه اي انه يجيبوك من القفص اي وين دوريات الشرطه النهريه؟ ما انا ما شايفها صراحه بس هم بوقت التفقيس اكو منع يصير منع للبلامه يعني الصياده انه يفترون بشهر الثالث والرابع من الثالث للسادس من الثالث للسادس ممنوع ممنوع او هو حسب السزمه حسب الموقع تدري البصره يفقسون قبلنا لان درجه حراره اعلى عندهم اي صحيح وتمتد عاد للشمال حسب الجغرافيا حسب الموقع الجغرافي احنا من الثالث تقريبا للنص الثالث للخامس للسادس يصير المنع ممتاز اغلب البلامه هنا ملتزمين تقريبا نقول ما عندهم 50-60% ملتزمين البقيه ما ملتزمين نعم نسبه كبيره هواي ما ملتزمين شنو معاناتهم ومشاكلهم اللي يعانون منها؟ معاناتهم عندهم المعاناه ويا يعني مثل ما قلت انت ما يخلوهم يطلعون بوقت هذا الصيد يعني تدري هو ما يخالف راح يصيد بالشبكه راح يصيد بالشبكه لان يعني موسم تكاثر السمك تلقاها يهيج بال صحيح ما يخلوهم يصيدون ابد ما يخلوهم يصيدون ليش السبب؟ لانها موسم تكاثر هي يعني تعتبر واجب عليهم ما يصيدون هي واجب عليهم بس يقول لك انت بعد رزقنا هم يحددوا لهم اوقات يعني يعني لك مثلا ساعه ساعتين باليوم مو طول اليوم طول صحيح. اليوم طول اليوم تواصل البلم تاثر على رزقهم تاثر على الانواع بعد بالشط محافظه عليها مو كل الانواع يعني احنا صعدنا ويا ابو فهد لقينا شبوط سمتي حمريه او شو اسمها حمريه مو صح؟ اي هاي الانواع قطان ما لقينا مثلا قطان قليل تلقى نادر نادر اي يعني قطان كلش قليل بعد شنو الانواع اللي نلقاها هنا؟ بهاي المنطقه بهاي المنطقه؟ بهاي المنطقه بس اللي ذكرتها ما تلقى غيرها مستحيل اها يعني هذا الموضوع مثلا القطان يعني تدور جوز شهر يلا تلقى وحده من الصيد يعني وهي المفروض متوفره غير صحيح قبل متوفره هسه ماكو فهد يعني لا سامح الله لا سامح الله ما اريد اذكر هذا الشيء سيء بوجود يعني الاقفاص يعني القرب من الاقفاص ما اريد انه يكون فعل سيء موضوع الهلاكات يعني يوم من الايام شفنا بابل ب 2019 كارثه حتى في بعض الاحيان في صلاح الدين خايفين انه تتكرر هذه القضيه؟ احنا تكررت يعني هي صارت عندنا هاي القضيه ومنزلاني فيديو ايه نص ساعه تقريبا قبل شقد 2018-19 2018 بعد ما تكررت؟ تكرر هلاكات انت شفت اليوم ايش قد الهلاكه هاي بسيطه هلاكات بسيطه هاي بسيطه قصدي يعني خايفين انه تصير انه كوباء اذا صارت كارثه
يعني ماكو تعويضات. زين تعقمون اكو اليوم الارشاد الزراعي او الثروه الحيوانيه بوزاره الزراعه قاعد تعطيكم لقاحات ادويه شيء؟ لا ماكو، بس احنا قبل ما نحط سمك بالاحواض الحوض يتعقم وينكوي، ينكوي خيسه حتى ما تصير شغلاتي ما تصير عندك اصابه نهائيه، بس من تنقله من ناكل لهنا يصير اصابه بال تدري تغير يصير عنده. زين مبالغ سعر الخمسة ونص للكيلو تقريبا للطول؟ كسعر علف يعني ولا سعر العلف مقارنه؟ اي قليل. يعني لازم اكثر؟ يعني اقل شيء المفروض 6.5. 6.5 لان سعر العلف مليون وربع. انت سعر العلف هو 650 وها يا دوب النوبه مليون وربع. بس المواطنين كلهم يقولون شنو يريده ب 6.5 النوبه؟ بس المواطنين والله اصلا كل زين. يعني 5.5 زين؟ لا 6.5 زين. هو المواطن يقرر، هم راح يعلقوا لك. هم راح يعلقوا لك. يعني تدري يعني يا بيريدوه باربعة 3.5 يعني هسه انت هذا كل قفص يوميا شي زين. يعني 100 كيلو. انت راح تظل 3 شهور إلى 4 شهور تعطيه يوميا 100 كيلو. صحيح. يعني بالشهر ايش قد صارف عليه؟ صارف عليه 3 طن. 3 6 9 9 طن، طن بمليون وربع. تقريبا بال 14 15 رحم الله والدي تقريبا اي هو ب 750 سمكه، السمكه 3 كيلوات يعني يا دوب يفك يصير فيه ربح مليون لازم يحتاج تحتاجون دعم ولا متقل الاسعار؟ دعم انه تقليل اسعار الاعلاف وعندنا اللي الاصابه صارت 18 19 قالوا اكو تعويض. اها هسه بهاي يعلفون الاسماك اي بهاي هاي خلوها من هنا من فوق هاي علافه تحطها وتغطيها اكو وهو يعني سامي سويت هيك نزل هاي يحرك هالسمكه تحركها تحرك هذا اي تحرك هذا وينزل سامي حركت هيك اي نزل علف علف شويه نزل اها ممتاز كل التحيه والشكر لك فهد وانه سهلتنا هذه الامور هنا انا بالخدمه الله يخليك ويعني اغلب حلقاتنا بصلاح الدين دائما تكون حلقات متميزه لان وجود ناس مثابرين مثلكم وشكرا لك وشكرا الى الاخ عبد العزيز وشكرا الى الوالد اللي حببكم بالزراعه وبالاستثمار بالزراعه شكرا جزيلا فهد الله يخليك المشاهدين الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد اللي كانت في صلاح الدين وبالتحديد جنوب المحافظه وشمال منطقه العبايجي. اليوم حلقتنا كانت حول الثروه السمكيه واهميه هذه الثروه. صورنا في بحيرات الاسماك اللي يعانون معاناه كبيره جدا بموضوع العلف وارتفاع الاسعار. وايضا صورنا في الاقفاص العائمه اللي يعانون في بعض الاحيان من الهلاكات. وايضا صورنا مع صيادي الاسماك اللي يعانون من بعض الصيادين الاخرين اللي يستخدمون طرق صيد مثل الكهرباء والسموم اللي تاثر بشكل مباشر على الاحياء المائيه. نتمنى من الوزارات المعنيه والوزارات العلاقه بموضوع قطاع الاسماك لما ادى اهميه كبيره بالاقتصاد العراقي الاهتمام المباشر والكثيف بهذا القطاع السمك المهم اللي في بعض الدول عندهم وزارة الأسماك مثال على ذلك ممكن اليابان. إن شاء الله اهتمام أكثر وأكثر ويا رب حلقة عجبتكم انتظرونا بحلقات أخرى أحلى وأجمل بمختلف المحافظات العراقية. إلى اللقاء.